مع استمرار حزب الله في تشييع القتلى الذين سقطوا في جرود بريتال بعد هجوم جبهة النصرة على مواقع، اعتبر الحزب على لسان رئيس الهيئة الشرعية الشيخ محمد يزبك أنه لولا حزب الله لكانت داعش في بيروت وفي كل لبنان. إذن يذهب حزب الله للقتال داخل سوريا، فأتاه مسلحو جبهة النصرة إلى داخل لبنان وشنوا هجوما واسعا على مواقع، الأمر الذي جعله ينسحب لملء الفراغات على جرود مناطق نفوذه. فبعد أقل من 24 ساعة على المعارك في جرود بريتال ويونين بين حزب الله وجبهة النصرة، اندلعت المعارك في منطقة القلمون بريف دمشق مجددا. فالطريق الممتدة بين بلدتي عسال الورد والجبة السوريتين شهدت معارك عنيفة تمكنت خلالها فصائل المعارضة من السيطرة على نقاط استراتيجية عدة بين البلدتين. إلى ذلك استهدفت فصائل المعارضة بقذائف الهاون جبل الأوز الاستراتيجي الواقع بين بلدتي عسال الورد والطفيل، وتمكنوا من تدمير دبابة على جبهة عسال الورد، ليأتي بعدها الطيران الحربي التابع لنظام الأسد وشن غارات عدة على مواقع المعارضة في جرود فليطة.